يا صباح الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين، وبنجدد التحيه معاكم ونقول لكم اهلا بيكم في فيديو جديد ان شاء الله. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا دلوقتي هنعمل برام رز، وهنعمل صينيه فراخ على البوتاجاز من فوق، حلو قوي قوي وبسيطه جدا هتعجبكم، بالتوابل والزبادي. وهنعمل الماسك بتاعي اللي انا بعمله، بحطه على وش بتاع ميه الرز. الماسك ده يا دوب حاجه بسيطه جدا، مش هتكلفك اي حاجه خالص، وفي نفس الوقت بتديكي البشره البيضه الحلوه اللي خاليه من البقع والكلام ده كله. يلا بينا نبدا. اول حاجه نشوف هنعمل ايه. انا هنا عندي الرز اللي انا غسلته علشان خاطر اعمل برام الرز منه، دول كوبايتين ونص رز. الماسك ده انا بعمله ازاي؟ انا هاخد من الكوبايتين ونص رز دول هاخد منهم 3 معالق رز. هاخد 3 معالق رز بعملهم ازاي؟ انا بحطهم في برطمان او في اي حاجه عندي ازاز، علشان انا بفرغ عليه ميه سخنه، فما ينفعش نحطه في حاجه بلاستيك. بحطه هنا زي ما هنشوف كده، هاخد منه 3 معالق اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي معلقه، اي برطمان عندك، برطمان صلصه اي حاجه، بس المهم ان هو يكون حاجه ازاز. ادي 3 معالق اهو. انا الماسك ده بعمله كل اسبوع، يعني البرطمان ده بتاع الصلصه اهو بيقعد عندي اسبوع في التلاجة، يقعد بعد ما يبرد خالص احطه اسبوع في باب التلاجة جنب الازايز، وكل يوم الصبح وبالليل انضف بشرتي بالميه كويس قوي من غير صابون، وبعد كده اجيب القطن او مناديل ورق كويس نوع كويس، واخد منها وامسح بيها بشرتي كلها، برقبتي، ممكن سوري تحت الباط، كل ده. كل ميه الرز دي خطيره لاي غمقان في الوش، في اي منطقه في الجسم. انا حطيت 3 معالق هنا رز، وهحط عليهم الميه السخنه بتاعتي اهو، وانا غاليه في البراد حتى اهو قدامكم. هحط هنا كده الميه السخنه بتاعتي زي ما احنا شايفين اهو، بس كده، وهغطيه على طول. هغطيه، مش هغطيه احببه، لا، انا هغطيه كده، بصوا اهو يا دوب كده بس، واسيبه اركنه على جنب. علشان ايه؟ علشان ينزل النشا اللي فيه، والرز ينزل الفوائد اللي فيه. وهركنه بقى خالص، هنساه لغايه ساعتين ثلاثه اربعه، لغايه ما يبرد خالص خالص خالص، وبعد كده ارجه واحببه كويس في الغطا، واحطه في باب الثلاجه، وابدا استخدمه بعد 4 ساعات. انا هستخدمه في الليل ان شاء الله. نيجي بقى نتوكل على الله ونشوف النهارده الوصفات بتاعتنا هنعمل ايه. اول حاجه هنعملها هنعمل برام الرز عشان ندخلها الفرن ونريح دماغنا منها. ما تنسوش اللايك للفيديو علشان خاطر دعاء حبيبكم. يلا نعمل برام الرز الجميل بتاعنا. اول حاجه انا عندي الفراخ هنا اهي، بعد ما غسلتها كويس حطيتها في ميه وليمون وملح بعد الغسيل كويس بالدقيق والدعك والتنظيف، وطلعنا منها كل اي حاجه فيها. نيجي بقى انا نعمل ايه؟ انا عندي هنا برام الرز بتاعي اهو، البرام اللي هو الفخار بتاعي اهو، دول انا شارياهم من السوق وعملناها مع بعض قبل كده كتير. وعندي هنا الرز بتاعي مغسول اهو، وكنت نقعاه حاجه بسيطه قوي ومش شرط طبعا. وعندي هنا لبن مغلي وعليه القشطه بتاعته والسمنه البلدي بتاعتنا، وعندي هنا ايه الملح. حطيت ايه هنا؟ حطيت ورقه لورا واحده صغيره بس كده، وهنزل بالرز بتاعي. بعد ما حطيت بقى اجي الرز بتاعي كوبايتين ونص زي ما اتفقنا، علشان احنا اسره صغيره. حطيت 3 معالق منهم في الميه بتاعت الماسك بتاع وشي، بقيه الكوبايتين ونص اهوت. انا هعمل ايه؟ هحط الاول الملح بتاعي اهو، طبعا عملناه كتير قبل كده مع بعض البرايم، بس علشان المشتركين الجداد اللي لسه داخلين معانا يبقوا شايفين اهو كده. وهنزل عندي باللبن بتاعي، اللبن ده انا مطلعاه من الثلاجه من نص ساعه، مش شرط يكون سخن قوي، مش شرط يكون سخن خالص كمان. وهاخد وش اللبن زي ما احنا شايفين اهي، هاخد وش اللبن كده، ده بيدي معايا تيست حلو قوي قوي قوي. وهزود، هقلب كويس، وهزود هنا ميه علشان ما تعملهوش بلبن خالص، يا دوب ممكن حبه ميه حبه شوربه، علشان حبايه الرز تستوي معاكي ما تبقاش نيه. اللبن الخالص بيستوي برده بس بياخد وقت شويه كده اهو. ونقلب كويس. اعرف منين ان البرامه بتاعتي عايزه ميه او كده، ميه بتاعتها او عايزه لبن او العيار بتاعها مظبوط؟ بحط المعلقه في النص كده اهي،
لو وقفت معايا تبقى العيار بتاع البراند بتاعي مظبوط. لو مالت يمين مالت شمال سنه، يا اما الرز الميه او اللبن كتير، يا اما ناقصه احط لها كمان معلقه رز او حاجه. دي حاجه طبعا يعني ايه بتاعت جدتي الله يرحمها، فللناس بتوع زمان يعني زي ما احنا شايفين كده اهو. نتوكل بقى على الله ونجيب معلقه ناشفه علشان نحط السمنه بتاعتنا. اجي الزبده اللي احنا مسيحينها هاخد منها كده، سيحناها مع بعض، هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو، هاخد معلقتين كده حلوين. ليه بقى؟ عشان انا حاطه ما ننساش ان احنا نزلنا بالوش بتاع اللبن، فالوش ده اصلا سمنه، فهتبقى البرامه حلوه قوي قوي قوي. وانا طبعا مسخنه الفرن بقاله ربع ساعه شغال علشان البرامه تنزل تدخل على نار سخنه. هنحطها بقى وننساها ونيجي بقى نشوف نصفي الفراخ ونشوف هنتبلها بايه وهنشتغل فيها على طول. احنا صفينا الفراخ اهي في المصفى، بس هنشطفها شطفه اخيره كده حلوه، وبعدين نقول بقى احنا محتاجين ايه وهنعمل ايه. عندنا التوم والجنزبيل، هنقشر هنا ونقشر هنا ونفرمهم مع بعض في المطحنه بتاعتنا. طبعا ده جنزبيل فريش انا بجيبه وبحطه في الفريزر في كيس ناشف في الفريزر، وباخد منه على قد كفايتي وبرجع اشيله تاني في الفريزر. انا هنا اهو اخدت شريحتين من الجنزبيل قشرتهم اهو زي ما احنا شايفين كده، وهقشر عليهم شويه توم حلوين، يعني مش هستخسر في التوم، هافرط فيه علشان انا عاوزه توم حلو يعني كتير قصدي، لان التوم مع خلطه التوم مع الجنزبيل بيدوا الفراخ طعم تاني جدا وفايده كتيره قوي قوي. وكلنا عارفين ان التوم ده مضاد حيوي لوحده مع الجنزبيل، فبيعمل شغل عالي في الريحه والطعم والفايده، وكمان بيقوي المناعه بتاعتنا كويس قوي. نبدا هنا على بركه الله. انا عندي هنا حطيت الصينيه بتاعتي او الطاسه بتاعتي، وهحط فيها 3 معالق كبار من الزيت. 3 معالق كبار من ايه؟ من الزيت، اي نوع زيت عندك استخدميه زي ما احنا شايفين. هنزل بورق اللوري، لو عندك حبهان حطي فصين، ما عندكيش خلاص. انا هنا حطيت ورقتين من اللوري علشان انا عايزه اخد الريحه بتاعتها تنزل في الزيت وكمان الفايده. هستنى كده ايه ثانيتين ثلاثه، وبعد كده هنشوف بقى نعمل ايه، نتوكل على الله ونعمل ايه. هنزل بقى الفرخه دي انا مقطعاها، قطعيها 8 قطعيها 12 زي ما انت عاوزه، بس قطعيها وصغيره وشيلي اهم حاجه الوصفه دي نشيل الجلد منها، يعني الفرخه قدامك من غير جلد خالص، لازم نشيل الجلد منها ونخلي الفرخه على اللحم والعظم بتاعها بس فقط لا غير. عايزه تعمليها فرخه مخليه اوكي مفيش مشاكل، اهم حاجه عندي ان الجلد بتاعها ما يكونش موجود. هبدا بقى ان انا اعمل ايه، اسيبها كده وبقيه الفرخه عندي على جنب، يا اما اسلقه يا اما اشيلها في الفريزر، المهم ان انا هعمل ايه الكفايه بتاعتي وخلاص. جيت هنا بقى اخد الجنزبيل والثوم اللي انا فرمتهم، بصوا قد ايه انا عملت شويه حلوين، وهنزل بيهم على الفرخه وعلى ورق اللوري والزيت، علشان اول ما بيتحطوا على بينزلوا على طول على الزيت السخن او على النار بيدوا ريحه غريبه قوي حلوه جدا جدا قوي، يعني حاجه حلوه قوي، يعني حاجه تقولي الله كده. فهنقلب بقى كويس الجنزبيل والثوم مع الورق اللوري والفراخ علشان كل التست بتاع الثوم والجنزبيل ينزل في الزيت ويتقلب كويس قوي مع الفرخه. كده بقى الريحه بدات تطلع، هي ريحه حلوه قوي قوي قوي. هنا بقى هعمل ايه بعد ما غسلت الفرخه كويس. انا شلت شريحه صغيره، طبعا دي قدامكم دي شريحه صغيره برضو من غير دهن من غير جلد خالص. ليه بقى؟ هقول لكم هعمل ايه. انا عايز يا دوب حته صغيره زي ما احنا شايفين، هفرمها وهنزلها بعد شويه على الفراخ، هتديني تيست حلو قوي قوي في الصوص بتاع الفراخ. هنا عندي زبادي بلدي، عندي زبادي بلدي، هحط معلقتين على الفراخ والجنزبيل والثوم وورق اللور. الاكله دي يا جماعه اسمها بفراخ، نوع الفراخ ده بيسموه رارا، في الهند بيسموه رارا، وفي مطاعم كبيره جدا في اسكندريه والقاهره شغالين على النوع ده، مطلوب جدا جدا علشان التست بتاعه عالي قوي. هقلب بقى كويس معلقتين الزبادي مع الفراخ مع الثوم مع الجنزبيل، إيه والله العظيم عامل شغل جامد قوي بريحه حلوه قوي قوي. هنا بقى نيجي نتكلم تاني للحته بتاعت الفرخه اللي احنا سبناها على جنب، قطعتين صغيرين قوي، ممكن تاخدي شريحه نص شريحه بانيه كده، ايه هنزل بيها بقى اقطعها وهنزل بيها في المفرمه. والاول ادي برامي الرز طلعته،
جميل ما شاء الله عليه، حلو قوي قوي. هحطه بقى كده ايه على جنب، او انا طفيت الفرن هدخله الفرن تاني واغطيه واسيبه انساه خالص. هنا بقى التوابل بتاعتنا، عندي معلقه كبيره، معلقه كبيره حلوه وافيه جنز البابريكا، وعندي ربع معلقه كركم، نص معلقه كمون، كزبره، فلفل اسود، والملح طبعا كده كده الملح احنا بنظبطه على طول. هنزل بقى كل التوابل دي على الخليط بتاعي، الزبادي والثوم والجنزبيل وورق اللور والفراخ، وهقلب الريحه. مش عايزه اقول لك يعني لما تجربيها انت نفسك هتشكريني حقيقي، يعني الريحه بدات تبقى جامده جدا اكتر من الاول. يعني صينية فراخ حلوة قوي مع رز أبيض مع مكرونة مع عيش ناشف، جميلة جدا. هنا بقى نعمل ايه؟ أنا عندي البصل المتحمر، البصل ده أنا بحمر كل فترة كمية، ولما تنشف خالص على مناديل بحطها في برطمان وحطها في التلاجة. هاخد هنا معلقة بصل كبيرة ناشف كده متحمر وجميل، بيدي برضو تيست عالي قوي، حلو جدا. هاخده اقلبه مع الخليط بتاعنا ده كله والتوابل والثوم والجنزبيل. البصل ده يا جماعه بيدي تيست عالي قوي قوي قوي، يعني على فكره ده نوع فراخ جديد جربوه، انا متاكده ان هو هيعجبكم وهيعجب ولادكم جدا. ونقلب بقى ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى حته الفرخه اللي انا فرمتها اهي الصغننه ديت، هزودها ب ربع كوباية مية كده ولا معلقتين تلاتة كبار من المية اهي، وهقلب وهنزل بيها على الصوص. ليه بقى؟ بتدي للصوص بتاعي تقل، بتدي للصوص بتاعي ايه تقل، بتقل الصوص، وفي نفس الوقت انا برضو طعمت الوجبة بتاعتي اكتر واكتر بالفراخ. وكمان بعد شوية هنشوف الصوص بتاعها بيبقى حلو قوي قوي قوي. هكمل بقى الزبادية اللي باقية هنا، الاول حطينا معلقتين وحنزل بواحدة زي ما احنا شايفين كده، علشان الواحدة ديت مع الفراخ المفرومة مع بقى التوست مع التست بتاع التوابل والبصل والحاجات دي كلها بيعمل حاجة كده يعني ايه شخصية جامدة قوي قوي للوجبة دي، الطبق ده بيبقى رهيب. وهاجي بقى ازود هنا نص كوباية مية، وبعد شوية هحط طماطماية مبشورة وهوطي بقى عليها كده الريحه بقى. مش عايزه اقول لك، مش عايزه اقول لك، هغطيها بقى كده واسيبها تاخد وتدي مع نفسها شويه كده، تاخد وتدي مع نفسها دقيقتين ثلاثه، وارجع لكم ونشوف بقى هنكمل ازاي. بصوا عامله ازاي، بدات بقى البابريكا تطلع فوق الوش، والكركم واللون الجميل يظهر، والصوص بتاعي يتقل ويبقى كده مركز، حلو قوي قوي. هكمل كده اغطيها واسيبها مع نفسها، وادي طماطمايه واحده بس غسلتها وبشرتها، هنزل بيها علشان تديني شخصيه كده للصوص، بيبقى حلو قوي مع الطماطمايه الصغيره دي، هي واحده لكن بتعمل فرق كبير جدا في الطبق. وكمان عشان يبقى الصينيه بتاعتنا او الطبق بتاعنا كامل من كل حاجه، الولاد يجي ياكلوه مع الرز مع المكرونه مع العيش، بيبقى حلو قوي اهو. انا بقى كده مظبطه الملح ومظبطه كل حاجه، ابدا بقى ان انا اوطي عليها خالص واغطيها تاني واسيبها ايه التلات اربع دقايق كده بتوعها كده تاخد وتدي مع نفسها، والصوص بتاعي يتشرب كله من بعضه ويتقل، ونرجع تاني. بصوا عامله ازاي، بصوا جمالها، انا مش عايزه اقول لكم الريحه شكلها ايه، الطعم خطير والريحه اخطر زي ما احنا شايفين، حلوه جدا 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 ومغذية قوي، وحاجة جديدة وحاجة تشرفنا على السفرة بتاعتنا. ونجدد التحية تاني، وبعد ما خلصنا الأكل يلا نشوف الأكل بتاعنا عامل إيه. أكل حلو جدا وريحته قلب الدنيا، يلا ناكل مع بعض، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله، ونشوف الأكل بتاعنا، ونشوف الماسك كمان بتاعنا بعد ما برد هنعمل فيه إيه، هنرجه وهنشيله إزاي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الفراخ بتاعتنا روعه روعه روعه، بصوا بقى تقلت الصوص تقل، جميله جدا جدا، حلو قوي قوي قوي. وادي برامي الرز، وقطعت كده رغيف ولا اتنين، قصيتهم بالمقص وحمصتهم في الميكرويف، جميله جدا جدا. جربوها وافكركم بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك للفيديو. ده الماسك بتاعنا بقى اهوت، بعد ما برد خالص هنرجه، هنرجه كويس قوي قوي، وقفلنا كويس اهو البرطمان. وبصوا لون الرز بدا ان هو ينزل النشا بتاعه، اللون بتاعه بقى حلو جدا، وهنحطه بقى في التلاجة.
جربوا الطريقة دي والوصفة دي وإن شاء الله هتعجبكم. وبألف هنا وشفا، السلام عليكم.